קאמרה. רול. סאונד. רולי. אקשן. שיל אידק מטרימה. שיל אידק מטרימה. בעד בלש אלי. בלשנה. מסתעשיל ظاهر מה בן נקצו. בלשת, תהיה לחזור. טאטאטאטאטאנג, אהלה וסהלה בי, סיידתי, في المطبخ مش مطبخي, مطبخ مستأجر, احنا بعد شهر رمضان وبالشب والعرق وعم نعطش كتير, اكلتنا لهيدا النهار بدها تكون سمبوسي. صار عبدك, صار شوطي, شو الاكل؟ شو سمبوسي؟ شو الاكل نسيت والله؟ بطاطا مخريش بطاطا كبة بطاطا, بطاطا وكبة. حنصير نحن نجيب المقادير لهون, لحظة ورجع لك. هذا المقادير, مقادير مقادير ولسه عشان هضامني مخرج, عرفت كيف؟ عشان بجيب البرغل اكيد بده يكون خشن حتى ما تحس بطعمته. بجيب ما عارف شو, بنجيب البطاطا طبعا بنكون نحن سالقين قبل بيومين ثلاثه, لان انت ما لك خلاق تقعدي تشتغلي بنفس النهار بكل الاكل. وبدنا شو؟ نظرتهم كات شو هيدي؟ شو نظرتهم؟ نعمل لهم يعني شو نظرتهم؟ هيدي كلمة تنقال على تي في. طيب بدنا نلعبهم مدينة ملاهي يا اخي. شو بقى انت حاط تحتاطي؟ شو بعمل؟ هي ما حاط تحتاطك بس ببوس اجرك, احكي مثل الخلق. خلي العالم تفهم عليك. شو بدك تبوس؟ شو؟ خلي العالم تفهم عليك. يلا حنبلش. شو اسمك؟ حنبلش حنبلش اكشن. سيدتي بدنا نعمل لهم هيك ان شاء الله بيخلصوا اليوم. وانت لازم انت سيدتي بناها لهيدي, لانه هذا ما نافع. بدنا نحط المقادير, بنحط شوي شوي برغل عشان ما يطعم معنا. حط المجلى مخرجها من رجلي هلا بس عشان اعرف انا شو بدك يا خيي. شو بدك؟ ما عم بسالك. خلينا نكمل الحلقه على خير. انت مين قرفك علي اليوم؟ طيب اوكي, بدنا نمرطهم مع بعض. طبعا بنلبس كفوف عشان جوزنا ما يقرف, لان بكفي شكلك بالبيت كيف بيكون لما تكوني محطة نيك اب عشان انت صامي. شو نيك اب؟ نيك اب يعني بكياج. بكياج بكياج؟ شو اسمه؟ بكياج؟ شو اسمه؟ يا خي مكياج. يا خي لا بتعلي انت على الكلمة. لا خي مطلع على حساسني انه انا بلا فاهم. لا قبلنا بايتنا انت خير. انت ترهان ولا خالي عشان فينا نبلش؟ لا مستعجل الظاهر مع بنات معصبة. اكشن. اوكي, بنجيب توم. طبعا توم بنقشره بنحطه, بندقق التوم. وبنحطهم. عصبتني عصبتني مخرج عصبتني. بنحطهم بنجيب بنحركهم منيح وبنفرم مع الكبة البطاطا. بنحط شوية بندورة وال ان شاء الله راضي. كات بنقشر البصل منيح. وقف وبنفرم. وقف يا خيي, شو عم تعمل؟ شو عم قصر؟ هذا اللي عم تعمله شو؟ كبة بطاطا. حيوان؟ لا كبة بطاطا. لا لا انت حيوان, انا جايب حيواني قد الحلقة. واحد غيري يا شو؟ واحد غيري؟ بفهمك. شو بدك؟ اخ موضوع. خلص بنكمل اكشن. يلا بنقشر البطاطا منيح بنفرمها قطع صغيرة أكيد ومنخلطها. سيدتي ما تكتري توم عشان على الإفطار إذا أكلتي توم طلعت ريحة توم كتمك توم, وبتعرفي ما في وقت كتير لل... طبعا أي أم جوكر معك إنه عم بمزح. كاف شو جوكر؟ يا أخي شو بقى قد كل شوي خلينا نخلص طاهر مع بنات ما شو جوكر؟ يا جوكر. شو جوكر؟ يعني مزح. يعني مزح جوكر؟ مزح على الطاولة. شو؟ اكشن. اوكي, نخلطها طبعا من كبكبها. بدنا شو؟ الكبة البطاطا طبعا كثير عالم بيعملوها عادي انه بلا هذا, انا بعملها اوتوماتيك انه قصدي بنحشيها. شو بنحشيها؟ يا حذركم يا نسوان, بنحشيها صرنا نخترع. بنحشيها لبنة عشان شو؟ ما تفكروا انه خبيصة نحن عم نخبص ابدا, نحن عم نعمل اكل مميز. بنحط معها دهن البوز. كاب تحشيها لبنة بتحط معها دهن البوز؟ شو اسمها الاكلة؟ خي انا بدي اوقف تصوير, انا ما بقى قدران.
ما هو يا انا يا انت اكيد حتكون انت. بالعم انا خالي ما هو كمان خالك. ما انت مفروض علي فرض. فرض ولا خلص الله يمرق هالحلقه على الحلقه على خير. حرام بطل تحكي سمعها لا قد بتفيد الا بتزقف وبتنام من وراك حصير زقف. اوكي مكمل وفرض على البيت بقول له خلي خلاني مخرج اكشن. اوكي نحن من بعد ما حشيناها طبعا طلعت ليه طلعت جنبي بنحط طلعت جنبي سيدتي بنحط لها شويه مي طبعا شويه ما منكتر بعد شويه هي القصه ما في عيار ومقادير نحن نظريا اي سؤال اي سؤال بعد الحلقه بتحبه بتدقه للمخرج على رقم المخرج 03 79 71 91 كاب المخرج شو؟ لا الحرف والله مخرج الحنفية منزوعة نزلت كتير ماي ما الحنفية بس أنا نفسي أنا لا أنا لا أنت بدك بس الحلقة أم لا بدك بس لك خلاص بس لك خلاص مخرج بدك بس الحلقة أم لا بدي مشينا أنا بالزكاة تبع بشيرك الحلقة بلاها سيدتي انتقلنا الى اكلة جديدة اكشن بلش بلش او اكشن بلش انتقلنا الى اكلة جديدة فينا نعمل مربى مربى سيدتي ان المربى هو اكل يؤكل في رمضان المبارك عاد الله علينا وعليكم الصحة والعافية شوفي بالطناجر اوكي سيدتي بنحط شوية رز حلال المشاكل بعد ومربى طبعا بنكون لابسين كفوف عشان جوزنا ما يقرف مثل ما قلت لك باول حلقه بكفي شكلك برمضان كيف بيكون نخلطهم جيدا طبعا بتأني بنحاول انه ما نعوم ليه لانه انت صايمه برمضان قال يعني كاب فاسمه شو اسمها الاكل حدا بياكل رز ومربى لا ما بس رز ومربى لكن انا انت ما فيك تحكم على الابسان لما هو معك الواحد ما بقى يحكم يا اخي ما فيك تحكم لا تخلص الطبخه طيب خليها تخلص وبهدلني اذا ما منيحه اكشن شو اكشن كمل اكشن ولا كمل كمل اوكي بنجيب بنحط معها شويه ملح ما بنكتر عشان تنكه بس زبون اشياء غريبة طبعا سيدتي الدعك بده يكون منيح هيدا الاكل احسن من هذيك الاكل هذيك الاكل فيها توم وانت ما معك وقت بعد الافطار طبعا بدك اربع ساعات لتروح ريحة التوم وانت ما عندك وقت اربع ساعات فهماني علي بتحطي معها بهارات بتجيب بهار الكردينش بتحطيه معها ومأكول الهنا وانت ما يهمك الطعمه هلا جوزك شو ما كان على الصيام حيلاقيه طيب ومنكلكلهم نقسمهم لاثنين فيك تعملي وحده بالصينيه فيك تعملي وحده بلا صينيه شو؟ يا خيي الواحد شو يا خيي لا تدمع انت لا تدمع ما حابكي من وراك انا حابكي من وراك ببرم لك يعني شو حتبكي من وراك شو هذا اكل بيعملوه والله انت البهار اللي حطيت انت مستفز يعني بتركني مستهز بالموضوع على انت انا مستفز بس يعني بتستفزني يعني انت انا عم تلبك لك يا خيي خلي مخارج الحروف تبعيتك مزبوطه خليني احكي لك بسيمو هذا منزل بيوم تسليم بتحس حالك قاعد بالصدام خليها مع الهويه سيدتي الغني لا ممكن يا سلام عم تغني خلينا نكمل نكمل نقفل الحلقه يعني نقول المفتاح اه سيدتي كان معك بسام من مسلسل نحن شو هذا؟ شو؟ فيلم مسلسل برنامج برنامج طبخات رمضان برنامج مخاط رمضان كات شو مخاط رمضان يا خيي شو القرف اللي انت فيه شو اسمه يا خيي قرفتني طبخات برنامج المطبخ بص مطبخي مطبخ مستاذ جربتني كان معك بسام بلد الطبيخ كات
صرت خلاص؟ خلاص. لا يا ما تزعجتني على فكرة، زعجتني أنا ما بستعجل، أنا عندي على فكرة خيال. أنت حيوان. حط أي نو، بعرف إني أنا. بتحكي إنجليزي كمان؟ شو؟ بتحكي إنجليزي؟ أنا عيني وعزابين بالطريق بتصور حد بصير يضحك بس يشوفوني، ما بعرف ليه بس إنه بينبسطوا فيي. عم يضحك بس يشوفوك؟ بعد السيوف. شو اللي بدي داس؟ بعد السيوف شو ناعم؟ خلص وقف. يلا حغسل.